وفي إطار النشاطات اليومية التي تقوم بها بلدية أنجمينة، افتتح النائب الأول لبلدية أنجمينة تيجاني عبد الرحمن نورين ورشة اعتماد دراسة مشروع تزيين العاصمة أنجمينة. سوريا محمد برمة والتفاصيل. استضاف فندق ميريديان الشاري صباح اليوم ورشة اعتماد دراسة مشروع تزيين العاصمة أنجمينة بالحدائق. تلك الاتفاقية التي وقعت بين تشاد والحكومة الفرنسية في 14 فبراير الماضي، حيث وضعت ميزانية هذا المشروع 9 مليار فرنك سيفا. المدير العام للتعاون الفرنسي فرانسوا تيرو تطرق إلى الأهمية من العمل الحدائقي الذي سيجعل من العاصمة إنجمينة ذات رونقا وجمالا تسر الناظرين. افتتح الورشة النائب الأول لبلدية إنجمينة تيجان عبد الرحمن نورين، مشيرا إلى الاتفاقيات المبرمة بين تشاد والحكومة الفرنسية فيما يختص بنشاطات البلدية التي تمول من قبل فرنسا. والجدير بالذكر أن مشروع تزيين العاصمة يشمل كل من حيث بنغالي، أردب جمال، باري كونغو وردينا في مساحة 2 كيلومتر. وسوف يشمل هذا المشروع أيضا أماكن مخصصة لجمع الأوساخ بالمناطق السابقة الذكر.